مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. سلام بالجميع. احكي لي عن بلدي، احكي لي احلى حكايه واحلى غنيه واحلى قصه. اليوم طبعا رجعنا لكم في حلقه جديده من احكي لي عن بلدي على كنار تي في، صوت العرب من كندا. انا محدثكم جمال الشريف، ومعنا زي ما بتعرفوا وزي ما حبيتوا وزي ما طلبتوا اخونا العزيز من فلسطين زهري عيسى. اهلا وسهلا فيك يا زهري. أهلا وسهلا دكتور، ومرحبا فيك ومرحبا في المستمعين والمشاهدين أجمعين. أهلا حياك الله وسهلا. الأخ زهري، ومثقف وأكاديمي فلسطيني وباحث في التاريخ والقصص الفلسطينية وسارد لها، وهذا شيء مهم جدا جدا، ليس فقط معرفة القصص ولكن سردها حتى لا ينساها الأبناء والأحفاد. اليوم حتحكي لنا عن منطقة كفر قرع. هل عندهم قرع يعني ولا إيش الموضوع هذا؟ لا، احنا بدنا نحكي عن ليش سموها كفر قرع. بدنا نرجع شوي لورا على التاريخ، ولكن كفر قرع هي جزء من وادي عرا. تحسب وادي عرا، وادي عرا هو كان الطريق الواصل ما بين الساحل البحر وين الخضيرة وكساريا، ما طيب بين مرج بن عامر باتجاه بيسان او شرقان، او باتجاه الناصرة وطبرية شمالا. احنا نحكي عن كفر قرع. كفر قرع التسمية كانت تسمية قديمة جدا بناء على الأصول اللي منين أجوا، يعني سكانها فلسطينيين بالمناسبة، أجوا من منطقة أخرى وسميت كفر قرع لأنه فيها قرع أيامها. كان عندهم كثير قرع، ما بعرفوا في له اسم القرع اسم ثاني يعني، قرع اللي هو بس قرع معروف يقطين، يمكن يقطين باللغة العربية يقطين. الفصحى. إيه القرع اللي هو بامكنز. إحنا دائما طب كلمة كفر، بس لو تشرحها للإخوة لأنه مشتهرة كتير في منطقة بلاد الشام. كفر، ناس بتقول لك شو هذا الاسم، يعني هل هو كفروا في الأنبياء؟ إيش كلمة كفر يعني؟ خلينا نتفق انه هيك لغويا كفر هي كفر، كفر يعني قرية اوكي لغويا. ايوه، قرية قرية، كفر يعني قرية، يعني فرضا قلنا كفر قرع يعني قرية قرع. واضح. كفر قاسم قرية قاسم، وهلم مجرة. طبعا في فلسطين الاسماء الدارجة هي هيك، مثلا كفر قرع، دير حنا، بيت لحم. دير حنا دير تسمية تتعلق بالمسيحية. كفر هي تسمية كفر أو كفر معناها قرية، وبيت نفس الإشي معناها البيت. طبعا أجوا اليهود دخلوا في الأمر مثل ما كالعادي، دائما إلهم هيك تدخلات، فقالوا الكفر هي يعني قرية أو بلدة عربية مسلمة، الدير هي بلدة أصولها مسيحية عربية مسيحية، أما البيت فهو يعود لنا، والبيت يعني هي هذه أصولها يهودية. ولكن ما فشروا ما فشروا، ما في لهم لا بيت لحم. وعلى فكرة في بيت لحم عندنا في فلسطين ثنتين، بيت لحم اللي بيت لحم بتعرفوها، في بيت لحم في الجليل للأسف الشديد هجرت، واليوم اسمها بيت لحم، سكانها يهود. في كل الأحوال التسميات برضه هذه مهمة جدا نعرفها، إنه كفر ودير وبيت كلها هذه عربية فلسطينية، ما في لليهود ولا شيء. وإذا واحد بيحكي لك، وسمعت واحد بيحكي إنه الكفر والدير إلكم أنتم يا عرب، لأنها الكفر للمسلمين والدير للمسيحية والبيت لليهود، كله لا، إلنا البيت برضه وإلنا الأرض إن شاء الله. نعم إن شاء على الله. كل حال احنا اليوم رايحين نحكي عن كفر قرع، وهي مثال للقرية والبلدة الفلسطينية اللي تنهض من تحت الأنقاض وتفاجئ العالم. طبعا أنا ما بدي أحكي تفاجئنا احنا اللي بنعرفها، ولا ما بدي أحكي إنها تفاجئ فلسطين، ولكن تفاجئ العالم في إنتاجها الغزير. شو وين أول شيء، وين كفر قرع موجودة؟ يعني كفر قرع كانت تتبع قضاء حيفا في جنوب شرق حيفا، وكانت قرية وادعة صغيرة جميلة رائعة، زيها زي باقي القرى كانوا بيشتغلوا بالزراعة،
في منطقة الجبل، في وين البيوت مبنية مزروعة زيتون، وبنزلوا على السهل مزروعة خضار ومزروعة حبوب، وما لذ وطاب ما تجود به الأرض. كفر قرع تعرضت لعدة هجمات من العصابات الصهيونية عام 1948، بالأخص لأنها كانت هي المفتاح لوادي عارة. طبعا رايحين نحكي احنا لقدام، اذا كان سمح لنا الوقت طبعا مع الدكتور في برامجه، رايحين نحكي عن قصص وادي عارة وقصص قرى وادي عارة. في كثير قرى ممكن ما سمعتوا فيها، ولكن ان شاء الله مش رايحين نحكي عنها اليوم. اليوم رايحين احنا نحكي عن كفر قرع اللي هي المفتاح لوادي عارة. هاجمتها العصابات الصهيونية عدة مرات، حاولت احتلالها، ولكن كان المقاومين، انا ما انت ما بتحكي عن مقاومين يعني ناس اشخاص مدربين ومعهم سلاح ومدربين جيش وبيعرفوا الاسلحه، لا المقاومة. لا 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 لا، ما هو انا لازم الفكره تكون واضحه، انه العصابات الصهيونيه كانت هي اسمها عصابات، ولكن هي اكثر تميل إن لازم نسميها الجيش نظامي حديث يشبه الوحدات الكوماندو المتدربة ومتدربة في بريطانيا ومقاتلة في الحرب العالمية الثانية وعندها خبرة، وإضافة لأنها عندها كثير سلاح، يعني سلاح متقدم وما شاء الله، يشوف ما شاء الله عندها سلاح كبير وكديش بدها. فالقصة واللي فيها إنه يعني، وبنحكي إحنا دفاع، بنحكي عن ناس معها ناس فلاحين بالكاد شافوا سلاح في حياتهم، ولا مرة من المؤكد انهم ولا مرة استخدموه، ولا مرة اطلقوا النار، وسلاح نفسه سلاح قديم جدا. يعني اذا بدنا نيجي نحكي عن سلاح من الحرب العالمية الاولى، طيب يعني قديم نسبيا، يعني باجي بحكي لك اليوم السلاح الموجود معنا من سنة السبعين مثلا، في سنة 1948 السلاح اللي كان موجود معهم من سنة 1918، فحوالي عمر السلاح ما يعادل 30 سنة، والفترة هذيك 30 سنة كبيرة جدا في عالم التكنولوجيا وعالم السلاح. في كل الأحوال كفر قرع قرية مرتفعة، يعني هيك على التل حوالي أكثر من 100 متر، بين 100 150 متر، فكان أعطيها، فهذا الموقع تاعيها أعطاها أفضلية في الدفاع عنها. بالمناسبة كفر قرع قدمت كثير من الشهداء، وقدمت كثير من الشهداء رجالا ونساء واطفالا. يعني على كل حال، العصابات الصهيونيه في احدى الهجمات على كفر قرع لاقت دفاع قوي جدا من المدافعين عن القريه، فاضطرت الى الانسحاب. فكتب القائد الهجوم انه احنا حاولنا احتلال كفر قرع، وكانت فيها دفاعات قوية جدا، والدفاعات هذه الموجودة في القرية كانوا يحملون ويملكون السلاح الوفير والعدد الكبير وما إلى ذلك. طبعا هذه الرواية مكذوبة، يعني ليش مكذوبة؟ لأنه في يوم كان تنهزم العصابات الصهيونية في معركة معينة، فكانوا يهولوا من حجم القوة اللي قاومتهم، وبالحقيقة لا يهول ولا بطيخ، كلهن على بعضهن 10 12 بارودي وعدد رصاصات معدودات وبالكاد يعني، وفيش رشاش يعني اصلا. يعني مشان تكون بالمناسبه، في احد الهجوم على في احد المرات اللي هجموا العصابات الصهيونيه على كفر قرية، اجت تعزيز للقريه. يعني تصور شو التعزيز، اجى من جيش انقاذ تعزيز لقريه كفر قرية من صد الهجمات الصهيونيه، اجى اثنين يا ثلاث جنود. شوفت كيف هالتعزيز، بالله تعزيزات، تعزيزات كبيرة، 3 جنود، مقام وحتى انه حتى انه يقال انه كان جندي سوري، طبعا مجهول الهوية، ولكن سوري عرف معروف انه سوري، كان معاه رشاش برين، ورشاش برين رشاش يعني مش بارودي، وللأسف الشديد طبعا استشهد. الله يرحمه. قطع الإرسال، اعذرونا. راح يرجع معنا هلأ الأخ زهري، دقائق إن شاء الله.
قطع الإرسال، عفوا. دكتور قطع عندي. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. عند الرشاش وصلنا. وللأسف الشديد هذا الجندي اللي كان يستخدم الرشاش من نوع برين يعني استشهد، فأصبحت القرية يعني زي ما بالضبط زي قبل ما تيجي التعزيزات. طبعا كانوا المقاومين في كفر قرية عندهم مسؤولية، فقالوا إنه ممكن إنه العجائز والكبار في الجيل والنساء والأطفال يروحوا أكثر لاتجاه الشرق أو لقرى أكثر أماناً، لأنه إحنا فيها في عمليات قتالية. وفعلاً يعني راحت العائلات، راحت باتجاه عارة وعرعرة، وحتى جزء منها وصل أم الفحم اللي هو أكثر عمق باتجاه الشرق. القرى المجاورة قدموا مساعدة، هذا الأمر يحسب. يعني شو قرى مجاورة؟ يعني أهل نفس الأهل، نفس طيب البيت ونفس. فاجت تعزيزات، من تعزيزات برضه، مش يعني برضه يعني احنا بنحكي عن تعزيز يعني والله اجى 100 مقاتل، ضروري اثنين ثلاثه، ضروري لانه في الاصل الكره هذه يعني ما في عندهم سلاح اصلا. فاجى بعض المقاتلين من وادي عاره، من يعبد، من ام الفحم. ويعبد وايامها يعني ما كانش الدنيا، كانت الدنيا بخير وكان الكل مفتوح على بعضه. اليوم ابن يعبد مشان يسال كفر قرع بده يلف في الكرة الأرضية، بده يروح على رأس الرجاء الصالح مشان يصلي الكرة. في كل الأحوال المسافة، معلش بدي أركز على هاي النقطة اللي هي المسافة بينهم، وليش بده يلف في الكرة الأرضية؟ هاي كفر قرع، وهاي إحنا جنب جنين يعني مش بعاد. هاي يعبد، يعبد عندي من الفهم. إيه أنت بتعرف دكتور إنه سنة 1948 إسرائيل احتلت أكثر من ثلث أرباع فلسطين يعني، واللي ظلت الضفة وغزة. فصار هناك زي حدود سياسية في داخل فلسطين ما بين الأراضي 48 وما بين الأراضي 67. اوكي. بعد عام 67، بعد عام 67 إسرائيل أكملت احتلال فلسطين، احتلت الضفة بما فيها القدس، واحتلت غزة، احتلت الجولان، واحتلت سيناء بالمناسبة. فأصبح التنقل تحت حراب الاحتلال ما بين الضفة وما بين باقي مناطق فلسطين هو تنقل أسهل نسبيا، لأنه نفس الاحتلال. مفروض ولكن قبل أكثر من 20 سنة يعني في فترة الانتفاضة الأقصى، كان هناك قرار من الحكومة الإسرائيلية إنه لازم نوقف دخول الفلسطينيين اللي ساكنين في الضفة وغزة إلى مناطق فلسطين اللي احتلت عام 1948. طبعا غزة مثل ما أنتم بتعرفوا محاصرة، محاصرة من البحر، هذه هناك زوارق حربية بتحاصرها، وبنوا في جهة البر جدار إلكتروني وجدار بطون وحطوا سواتر ترابية، وصارت غزة محاصرة بالتمام والكمال. وتقريبا أعتقد أنه من المستحيل أن يخرج شخص من هناك باتجاه الداخل الفلسطيني. كذلك عملت إسرائيل في الضفة على أجزاء كبيرة من الضفة ومن الخط اللي كان يفصل فلسطين عام 1948 وجزء اللي احتل عام 1967، تم بناء جدار فصل عنصري احنا بنسميه. وهذا الجدار الفصل العنصري من بطون، من مرتفع جدا يعني ارتفاعه 5 6 متر يعني، صعب جدا تتسلقه، ناهيك على انه مراقب بالكاميرات مراقب بالجبات والدوريات اللي بتراقبه. ففعليا اصبح ابن يعبد اللي بسكن من الجدار وشركه في داخل الجدار، مشان عشان يصل لكفر قرية او يصل لام الفحم. تعال ناشف كل كفر قرية مشان يصل لام الفحم اللي بعيده عنه مثلا 5 6 كيلو متر، مشان يصلها لازم يضطر انه يطلع باتجاه احد المعابر المعروفه واللي بتربط مناطق 67 في 48، وهناك بده يضطر يمر من خلال نقطة الجيش، وبده يكون معاه تصريح
مسبق، والمعبر ممكن يكون في منطقة القدس، ممكن يكون عند رام الله، ممكن يكون عند الخليل، ممكن يكون في الجلمي وهو أكبر أقرب معبر، وهو الجلمي هذا باتجاه يعني شمال جنين المعبر، إذا طبعا بيسمحوا له، وبده يعني يلف بكل اللفة، فعشان هيك احنا بنسميه بده يلف رأس الرجاء الصالح، بده يعمل يعني لفة بكل طويلة سهولة عرضه. ممكن تكون أخته أو أخوه ساكن في المدينة هذيك وما يقدر يزورهم. فعلا يعني ممكن انه ممكن انه يكون مش بس هيك، يعني لسه ساعات في مناطق ممكن يكون اخوه ساكن قباله بعيد عنه 20 متر 30 متر في الجو، ولكن مشان يصله بده يمشي او بده يروح في السياره 20 كيلو متر او 30 كيلو متر، ممكن يكون اكثر. واو فجدار الفصل العنصري اللي تم بناؤه قبل اكثر من 20 سنه وأحاطوا فيه كل مناطق عام 1967، وعملية فصل وعملية منع تنقل وعملية فصل عنصري ما بين أشخاص وما بين أقارب وما بين أحباب، وعملية تصعيب يعني مرمرة الحياة، تصعيب الحياة صعب في كل شيء، حتى ومشان برضه اذا بده يمر من بده يلف وبده يروح على المعبر بده يكون معاه تصريح، والتصريح هذه بده يمر من خلالها في عمليه بيروقراطيه طويله عريضه ما في لها اول ولا اخر، كيف بده يروح يجيب التصريح، منين بده يروح يجيب التصريح، بده موافقات، بده مطاردات كثيره على طبعا اساس في نهايه العمر يحصل على تصريح لزياره يوم او يوم. في كل الاحوال القصة واللي فيها لسه ساعات في شيء أصعب، يعني في الوزير سنة 2000 أو 2001، الوزير اللي كان مسؤول عن وزير الداخلية الإسرائيلي، هو كان مسؤول عن اللي بسموه عندنا وزير الشؤون المحليات، أصدر قرار ممنوع لم الشمل. طبعا هي لم الشمل يعني جزء كبير من الفلسطينيين اللي ما جربوها ما بيعرف شو قصد في لم الشمل. لم الشمل هي عبارة عن إنه شخص من مدينة اللد تزوج فتاة من رام الله أو من نابلس، نعم فاثنين فلسطينيين ما فيش عليها نقاش، وممكن يكونوا قرايب يعني، فبتروح تجيب زوجته، فهذه بتتسمى عملية لم الشمل. حسب قرارات الوزارة في إسرائيل لا يجوز لك، لا يسمح لك إنك تعمل لم شمل، انتهينا ما بتقدر تجيبها. يعني والقرار عمم مش بس على الفلسطينيين، إذا بتزوج فلسطيني فلسطينية أو فتاة فلسطينية أو بالعكس، يعني ممكن يكون الشخص شاب من نابلس تزوج فتاة من أم الفحم، يعني الفتاة من أم الفحم طبعا من المستحيل أنها تقدر تجيب تعمل لم شمل لجوزها. ليه؟ لأنه حسب القانون الإسرائيلي ممنوع. طبعا إحنا بنحكي هنا في الداخل الفلسطيني، فما بالك إذا رحنا تقدمنا شوي وحكينا لك إنه القانون هذا بيطبقوه على إذا أي شخص تزوج أي فتاة أو بالعكس من أصول فلسطينية حتى لو خارج فلسطين. وأنا أوه، بحكي خارج تمام فلسطين يعني مثلا فرضا، وهذه في كثير، لي احد الاصدقاء اتزوج فتاه من الاردن، اردنيه فلسطينيه، اردنيه فلسطينيه طبعا اهلها، اذا اردنيه فلسطينيه يعني في اصولها فلسطينيه، راح بيعمل لم شمل، بحكوا له لا، هذا القانون ينطبق برضه على كل شخص فلسطيني مهما كان وين ما كان وكيف ما كان. وهنا المشكله يعني ما في عودة، هاي المختصر. بالضبط، هان المشكلة إنه القوانين السنة في إسرائيل تتدخل في حياة الشخص الفلسطيني للعظم، يعني مين تتجوز ومين بدك تسوي ومين تعمل؟ يعني أنا بحكي لك قبل القانون هذا اللي بحكي لك عنه قانون لم الشمل، أنا أذكر إنه يعني في بالأخص في الكرة المتجاورة اللي قريبة على بعض، بعد عام 67 في كثير مصاهرات ما بين العائلات، وفي مصاهرة وفي رايح وفي جاي وفي أصدقاء وفي أحباب وأصحاب
وكثير ما دون توقف يعني. بعد هذا القانون طبيعة الحال نزلت، أنا ما عملت إحصائية ولكن أنا بقدر أحكي لك يعني من دون ما أعمل إحصائية، نزلت نسبة المصاهرة والتزاوج ما بين جانبي الخط أكثر من 70 أو 80% نعم للأسف الشديد. طبعا احنا ما بنقدر نلوم الشاب او الفتاه وما الى ذلك، ولكن احنا بنقدر نفهم انه قديش القوانين في دوله اسرائيل هي قوانين عنصريه فصلت خصيصا لكل انسان فلسطيني انها تعاقبه على انه فلسطيني. وطبعا طبعا للاسف الشديد اليهود عادي بتجوز من اي بلد وبتجيبها معها او بتجيبها معها. طبيعة الحال أنت مش بس بتزوج اليهودي وبيجيبها معاه، اليهودي من دون ما يتزوج اليهودي بيكون موجود في أثيوبيا، بيجي بيقول أنا يهودي، فبيجي بيقولوا له أهلا وسهلا تعالي إلك حقوق في هالبلاد. والله ما عارف شو له حقوق، هذا جاي من أثيوبيا. طبعا أنا ما بدي أحكي عن أثيوبيا، اللي في روسيا، اللي في بولندا، يعني مظبوط في كندا وفي أمريكا، صحيح بيجي له حقوق. مش بس الحقوق، بعد شهر زمان بصير يشارك في مسيرات، وبصير يشارك في مظاهرات ضد العرب، وبصير يقول ما في العربين، يعني الموت في العرب، ولا يعني شيء غريب جدا يا الله زلمة. يعين وله الله حقوق، ومش بس له حقوق، أخرى بيروح على الجيش وبكف على الحاجز، وإذا بزعل وبنرفز ممكن يضرب ويطلق نار ويقتل. يعني الإشي غريب، الإشي أكثر زيادة عن اللزوم عنصري. ما فيش زيه في التاريخ، ولا مرة صار زي هيك في الإشي في التاريخ. نعم هذه أول مرة في التاريخ. رجعنا على كفر كرع. نرجع على كفر قرع حبايبنا وأصحابنا أهل كفر قرع. ليش أنا اخترت اليوم أحكي عن كفر قرع؟ لأني فعلا أنا كنت بدي أعرض، وبالمناسبة أنت أخذتني على مناطق اللي حكينا عنها، مناطق القصد في الحديث، اخذتني على امور حكينا عن العنصريه، عن قوانين العنصريه، عن التعامل، عن الفكره العنصريه. ولكن وهذا جدا يتناسب مع الحديث عن كفر قرع، لان الكفر قرع هي مثال لقريه كيف مش بس تنهض من تحت الانقاض، انما تتفوق على العنصريه، تتفوق على كل الفكر العنصري الاقصائي اللي بيحكي لك انه احنا اهل الارض واحنا بلادنا وانتم عبيدنا وما الى ذلك من قصص. فكفر قرع قاومت، وفعلا قاومت هذه العصابات على مدار اسابيع واشهر من القتال، وفعلا ونجحت. طبعا طبعا احنا مثل ما حكينا لكم انه اجاها تعزيزات من جيش الانقاذ، اللي هو كانوا 3 جنود، واحد منهم جندي سوري كان يطلق النار من رشاش برنس، استشهد للأسف الشديد الله يرحمه. أمين وكانت هناك بعض الأشخاص والأفراد من القرى المجاورة، ابتداء من وادع من قرى عارة، اللي هي عارة عرعرة وأم الفحم ويعبد، كانوا يدخلوا وقدموا مساعدة. ولكن زي ما أحكينا إحنا في نهاية الأمر فلسطين احتلت، يعني إحنا انتصرنا كأمنا، قاتلنا، ولكن احنا خسرنا فلسطين، لا ننكر ذلك. الاعتراف انه هزيمة في معركة معينة بالعكس شجعنا وساعدنا على انه نتجهز للمعارك القادمة، نستعيد انفاسنا ونستعيد ارضنا. في كل الاحوال في قصة هيك غريبة حدثت في كفر قرع. في إحدى المعارك، طبعا هذه القصة أنا ما أعتقد أنها موجودة أو مكتوبة في مكان، وأنا مضطر إني أسردها بناء على كيف سمعتها. أحد الروايات بتقول إنه في إحدى المعارك بين العصابات الصهيونية وبين المقاومين والمدافعين عن كفر قرية، تم أسر ضابط صهيوني من العصابات الصهيونية. الشباب اللي أسروهم كفر قرع، طبعا انت بتحكي عن ناس فلاحين بالكاد، يعني مقاتلين، يعني صار لهم اسبوع اسبوعين شهر شهرين بقاتلوا، يعني ما بتحكي عن جيش وعنده سلسلة تمويل وتوريد وامدادات وسجون يعني هذا الجميع هذا مش موجود. يعني بتحكي عن فلاحين كانوا أو يخططوا، قيادة أو إشي يسألوها. لا جدا بسيطين. ف
هذا الضابط الأسير يعني شو بدنا نعمل فيه؟ ما توقعوش انه يكون عندهم اسير، متوقع انه يعني يجي واحد ممكن يطخوه فعلا، يطخوه يقتل، طخ يقتل في احسن الاحوال يعني. اما اسير هذه جديده علينا ما بيعرفوها. ف الشباب تداولت بين بعضها، تشاوروا، قالوا والله شو نسوي في الاسير، تعال يا فلان، وانا صراحه ما بعرف اسم الشاب اللي كان هناك، تعال يا فلان نادوا عليك، لك خذ الاسير نروح طخ وريحنا منه، شو بنسوي في الاسير يعني. ما هو اصلا في الاصل يعني ما في مؤن وما في شيء اللي نتوقف على رجلينه، وبعدين وين ندور فيه يعني، انا مش فاهم. وفعلا ما بدك تدور فيه الاسير، هي بدك تربطه في زيتوني يعني، ما بزبطش. راح الشاب المقاتل وكان بده يقتله، بس بعدها كان حديث بينه وبين نفسه، فقال يعني انا هو كيف بدي اقتله، انا عارف بزبط شكت الاسير، والله ماني قاتله، بديش اقتله خلاص. وفعلا ما قتلوش. ف في مرحله معينه، لانه القطار كان مستمر تقريبا، مرحلة معينة هو هرب، هو فلتوه تركوه، وتبادلوا معاه بشيء بطريقة معينة، رجع الضابط. طبعا احنا بنحكي عن معارك مستمرة، كر وفر كر وفر. صحيح. في احدى المعارك فعلا العصابات الصهيونية استطاعت انها تدخل على القرية، وتدخل على كفر القرية، وتحتل أجزاء كبيرة منها، يقال أنه احتلتها كلها، يقال أنه احتلتها نصها، ولكن احتلوا كفر قريع. وكالعادي العصابات الصهيونية بتحتل القرية، بتبلش بالكبير بالصغير باللي ما هب ودب قص، وبتقتل الجميع. ولكن كان في ضابط صهيوني ما وافقش، قال أنا وقعت أسير والجماعة ما قتلونيش، ما ضربونيش، ما عملوني، ما أذونيش، فأنا بطلب إنه نعفي عنه. وفعلا يعني كانت هناك شبه عفو أو عفو عنهم وما إلى ذلك. في كل الأحوال هذه طبعا هذا جزء من القصة والتراث الموجود في كفر قرية، ولكن إحنا ما بنحكي عن إنه كيف كفر قرية سقطت. في نهاية الأمر كفر قرية مثل ما حكينا سلمت في حسب اتفاقية رودوس، سلمت يعني ما كانتش بدين العصابات الصهيونية. هذه نقطة مهمة جدا، إنه إحنا نعرف إنه اللي يعني لا يعني إنه بقاء كفر قرع بسبب هذا الضابط إنه إحنا ما قتلناهوش فهو عفى عنا، لا. وقع في عام 1948، كان في هناك فترة إيقاف وقف إطلاق النار. في فترة وقف إطلاق النار كانت هناك مفاوضات، مباحثات، والله أنا ما بدي أسميها لا مفاوضات ولا مباحثات، كانت هناك تجهيز لاتفاقية رودوس على أساس أنه بس تعالوا يا كل المعنيين تعالوا وقعوا عليها. وكان بدها ما كم يوم، يوم يومين ثلاث أربعة خمسة، في جزيرة رودوس سموها اتفاقية رودوس، على جزيرة رودوس جهزوها، تعالوا يا أردنية، تعالوا يا سورية، تعالوا كل من يمثل جيش الإنقاذ تعال. باختصار في الفترة هذه اللي ما كم يوم، كرر أهل كفر قرع وأهل قرى كفر قرع، أهل والعائلات كفر قرع الموجودة في القرى المحيطة أو الموجودة في القرى اللي جوا شوية، إنهم يرجعوا. وفعلا يعني في كان أحد الضباط من جيش الإنقاذ أحكى لهم إنه لا خطر، ديروا بالكم أنتم موجودين في طرف وادي عارة، يعني أول ما تدخل العصابات الصهيونية راح تبلش فيكم، أول ناس أنتم. فكان هناك قرار على ما يبدو انه كان قرار سليم وصحيح، انه احنا اصحاب الارض وفيش شيء نخاف عنه، وحتى لو قاتلنا ودافعنا، احنا قاتلنا ودافعنا عن بلادنا وعن ارضنا، ما هاجمنا حدا، بالعكس هم اللي هاجموا. فكان هناك عودة، العائلات اللي كانت موجودة في القرى المجاورة كلها رجعت، تشجعوا ورجعوا. وبعد أسبوع زمان تم تسليم كفر قرع، قرع كل واد عارة دون استثناء، كل المنطقة المثلث سلمت حسب اتفاقية رودوس.
طيب اتسلمت اتسلم المثلث، وتسلمت كفر قريع، وكفر قريع ما زالت موجودة. شو قصة اليوم كفر قريع؟ كفر قريع اليوم ليش حكيت لك إنها فعلا هي قاومت العنصرية؟ كفر قريع اليوم هي تعتبر من أكثر البلدان في فلسطين وفي العالم تفكيفا وتعليما. يا عيني. وكفر قريع تنافس على المكان الأول بنسبة العدد الأطباء، العدد السكان البلدي تنافس مين؟ تنافس عرابة البطوف، بتنافسوا على المكان الأول. مين المكان الأول؟ عرابة البطوف في الجليل ولا كفر قريع في العالم المثلث؟ بتحكي والعرب بتنافسوا مين أكثر بلدي عربية، آسف، مين أكثر بلدي في العالم فيها نسبة الأطباء نسبة لعدد السكان؟ بالمناسبة البلدتين كراب من ناحية عدد السكان، كفر قريع أكثر من 20,000 بقليل، عرابة البطوف تقريبا 20,000، والمنافسة على أشدها. وإحنا من كلهم هنا من عبر قناة تي في، استمروا على المنافسة، يا محلاها المنافسة، لأنه أثبتت لكل العنصريين ولكل القوانين العنصرية، كل الأفكار العنصرية اللي أجت من أوروبا وأجت مع اليهود اللي ما بعرفش منين أجونا هذول، إنه قد ما تكونوا عنصريين إحنا رايحين نعلمكم ونشرح لكم إنه إحنا أصحاب أرض، أصحاب حق، وإحنا أصحاب ثقافة، أصحاب علم. وجيبوا لي قرية وجيبوا لي بلدي تناهزنا وتنافسنا إذا كنتم فعلا يعني صادقين. قرية كفر قريع هي أراضيها اليوم صحيح أنه جزء كبير منها تصادر، ولكن لا زالت موجودة، لا زالت البلد تكبر وما شاء الله عليها. طبيعة الحال تعاني مما يعانيه كل العرب في الداخل، بتعاني من مشاكل سكنية على أساس إنه فيش إمكانية إنها تتوسع، والشباب فيش إمكانية يبنوا بيوت، تعاني من القوانين العنصرية، وللأسف الشديد برضو تعاني من الانفلات والعصابات الإجرامية والزعران اللي فالتين بادين وطخوا يمين شمال وبدون حسيب ودون رقيب. ولكن يعني مثل ما حكينا، كل الأهوال اللي 1948، كل الأهوال اللي مروها، كل القتل، كل التشريد، بالمناسبة قدمت عديد من الشهداء في سنة 1948، قدمت نساء استشهدت. فأنا ما بدي أحكي إنه يعني خلكت 4 5 زعران ولا 10 زعران مش رايحين يوقفوا مسيرة شعب، ولا رايحين يقضوا على بلدي وقرية اللي قاومت عصابات صهيونية مسلحة مدربة مدعومة من إمبراطورية رقم واحد في العالم. ناهيك على إنه الإخوة للأسف الشديد كانوا مش شادين نعم. حالهم، بديش أحكي إنهم مخانوا، ولكن ما كانوا شادين حالهم بما فيه الكفاية. هذه كفر قرع الجميلة. تحية إجلال لشباب كفر قرع ولصبايا كفر قرع ولسيدات وأطفال وكبار كفر قرع على ما يقوم به من جهد لإبقاء هذه البلدة عربية أصيلة إن شاء الله. أخ زهري، أنا بدي أشكرك مرة ثانية باسم قناة تي في وباسم جميع المشاهدين على المعلومات الرائعة اللي بتسرح، يعني أنا سرحان معك هيك وماشي أكيد رايح على كفر قرع. فإن والله شاء الله كفر بدها زيارة، بدها، وأنا والله بدها بتشرف يعني كل فلسطين بدها زيارة، ما بل نقطة أكيد في فلسطين إلا بدها زيارة، فعلا بدها زيارة. أكيد. شكرا مرة ثانية لك ونراكم جميعا في حلقة قادمة. السلام عليكم.